دائما بترتبط هالفترة بمشاعر السعادة، مظاهر الفرح، بس مؤخرا اكيد الضغوط النفسية والاقتصادية اللي عم يتعرضوا لها غالبية الاشخاص عم تخلي من الاستمتاع بالاعياد صار موضوع صعب. يعني حكيناها من شوي، ما عاد عم نحس بالفرحة اللي نحن لازم اساسا نحس فيها بوقت العيد. حتى نكهة العيد، التحضيرات، صحيح. يعني عم تتحضر ولكن مو مثل ايام زمان. هذا الشيء يلي ممكن يأثر على الشخص ذاته، فإذا كان عنده أطفال أكيد كمان رح يتأثروا معه، وحتى أهله ومحيطه بالبيت رح يشاركوه نفس المشاعر السلبية. ما في شك بأنه التعامل مع الضغوط اليومية هو كتير شيء صعب، بس يا ترى شو هي الطرق والأساليب يلي ممكن تخلينا نتجاوز كل هاي الضغوط بفترة الأعياد مؤقتا وتخلينا نشعر بالفرح باللحظة الحالية؟ كل هاي التفاصيل رح نعرفها مع ضيفتنا شيرين أحلاوي، مدربة بالتنمية البشرية وتطوير الذات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير شيرين، أهلا وسهلا فيك معنا. في ناس بس يقرب العيد تلاقيهم انهموا، هم تلاقي واحد مكتئب، واحد اف عنا هلا عطلة عيد، عنا عيد. بطلنا نحس الناس مبسوطة بفكرة إنه لا جاي عيد، عيد يعني فرح يعني سرور. صار طبيعي إنه اليوم الواحد يحس بالتعاسة لما تقرب المناسبات أو الأعياد؟ صحيح. لا يعني من المعروف انه بالاعياد بتتجلى جميع السمات الانسانيه، لانه الاعياد مرتبطه بالمنظور الديني البحت اللي دائما بيخلينا او بيدعونا هو للسمات الدينيه اللي هي الرحمه والرأفه والمغفره والتسامح وصله الرحم، اللي هي تعتبر يعني من اهم سمات الاعياد بالنسبة لنا. لأنه صرنا مؤخرا نشوف أنه حتى يعني موضوع المعايدات صار أكثر شيء عتشات، يعني ما عاد اتصلنا ببعض تماما، كله نحن هلا بزمن الكتابة، فصرنا نشوف يعني أنه ما عاد فيها التواصل العميق مثل قبل تماما. فممكن طبعا أنه الشخص يعني ببعض الأحيان يشعر ببعض الكآبة والتعب بأوقات العيد، إذا كان بيعاني من وحدة بسفر، العيد بالنسبة له بيعزز هاي الوحدة وبيزيدها، إذا كان بعيد عن أهله بسبب دراسة أو عمل. تماماً، لأنه العيد يعني من سمات العيد هو الاجتماع بالعائلة والأصدقاء، فالوحدة بتخليه يشعر بهذا الشيء. كمان الأشخاص اللي بيشتغلوا على يعني على مدار السنة بشكل مكثف ما عندهم وقت للاستراحة، العيد بالنسبة لهم هو وقت للكسل والملل وما عندهم خطط مسبقة، والعمل خلاهم يبتعدوا شوي عن واقعهم الاجتماعي، فبنشوفهم يعني انه بيلجأوا للملل والكآبة، بيتمنوا انه يخلص العيد ويرجعوا لروتين العمل مرة ثانية. ومثل ما ذكرتي تماما انه روتين يعني عفوا ضغوط الحياة اللي يعني اللي بيتحملها رب الأسرة وحتى ربة المنزل بتخلي الشخص يعني وقت يجي العيد ما يشعر بالراحة تماما. التزامات العيد من لباس الأطفال، من تجهيزات العيد والضيافة والزينة وإلى آخره، هذا كله بيخلي الشخص يعني يشعر بعبء، بيجي العيد بيكون يعني رب الأسرة ماله مرتاح. واضف الى هذا الشيء ايضا عقده او متلازمه المقعد الفارغ اللي بيترك فراغ الشخص بعد رحيله بالمنزل، اللي بيجي العيد نحن بنتذكر انه هي غرفه كانت لشخص يعني رحل عنا من فتره، او هذا المكان على طاوله الطعام كان له، فهذا الشيء بيذكرنا بالاعياد بالاشخاص اللي رحلوا عنا، وبيعمل غصه جواتنا بيخلينا نشعر بعدم الراحه او عدم السعاده او نوع من الاكتئاب شوي بي الاعياد. تماما، وفتره الاعياد يعني اذا فينا نقول يعني نسال الله ايام زمان وقت اللي نكون يعني مجتمعين جنب اهالينا عم نستنى نحكي على التليفون الارضي لنعايد العيله وعائله العيله بالدور، كل واحد دقيقه دقيقه دقيقه. هلا مثل ما قلتي ممكن هي مسج تنبعث للكل. صحيح. حكيتي نقطه كثير مهمه انه الاهل او الاب اللي ممكن بده يشعر هلا باعباء اني انا لازم اشتري ثياب للعيد لاولادي، لازم يعيشوا هي الطقوس، ما بقدر يعني اثر عليهم، ممكن الحلويات والشوكولا وباقي التفاصيل. الطفل صار عم يشعر مع اهله بهي الاعباء، صار عم يحس انه انا ما عم بقدر اطلب او ما بدي، لحتى انا ما ازيد على اهلي، لحتى انا ما اوصل هي الرساله لطفلي او لاطفالي، انا شو لازم اتصرف بهي المناسبه؟ كيف بدي اوصله انه انا مو قادران اشتري ولكن ما حسسه بالعبء والتعب والظروف والاقتصاديه اللي هي عم يعاني منها هو وبقيه الناس؟ الطفل بالمنزل بالعيد وحتى بغير ايام العيد بيعطي جو ايجابي كثير مرح للبيت، يعني بيعطي حياته وبتنقل بالبيت من مكان لمكان بسرعه، فبينقل معه طاقه يعني من مكان لمكان حتى بين الاشخاص. ويعني ناهيك عن انه رسم السعاده على وجه طفل هي ما لها بالامر الصعب،
فطبعا العائلة اللي بيكون فيها أطفال المفروض يكون في تجهيزات مسبقة يعني للطفل، يعني من الوالدين إنه شو التحضيرات اللي لازم نعملها، مثل ما قلتي تأمين لباس الطفل هو أمر كتير مهم وبيدخل السعادة لقلب الطفل وقت بيكون في شيء جديد بيلبسه بالعيد، لازم يعني يفيق الصبح ويجهز حاله للعيد. طبعا ممكن إنه خلينا يعني مثلا نخليه يساعد معنا بتحضير حلويات العيد، هو أمر كتير محبب للأطفال، شيء صغير يعني زينة بسيطة نحطها بغرفة الطفل هي من جو العيد توحي له بهذا العيد، ايضا بتضيف للطفل شيء حلو. والاهم من هذا الشيء انه نخليه يفوت بتواصل مع الاشخاص اللي حواليه، زياره منزل الجد والجده طبعا امر كثير مهم بالاعياد وبيعزز عنده روح التواصل الاجتماعي. العيديه امر كثير مهم لازم يعني هذا نحافظ عليه، يعني هو شيء نعتبره نحن ما بعرف اذا انقرض موضوع العيديه جزء اهالينا ما انقرض عنهم، بس يعني كان ممكن مثلا العمام الاخوال الخالات العمات كانوا ممكن يعيدوا، بظن هلا انقرضت. هي شغله كثير حلوه للاولاد، يعني العيديه بتمسك فيها الطفل لانه هو عم ياخذ بايده شيء بحق له السعاده، انه في بايده مبلغ من المال تماما وبيقدر يشتري قد ما بده شوكولا والشغلات اللي هو بيحبها، يعني هي موروث شعبي ونحن بنتمنى انه نحافظ عليه للاجيال الثانيه. طبعا المفروض بالعيد نحن نحقق للطفل سعاده ونخليه يتواصل مع الاشخاص اللي حواليه والالعاب والاشياء يعني اللي بتضيف له شيء حلو، بتخلينا شوي نحن يعني حتى نطلع من جو التعب اللي بنكون فيه. طيب في بعض الامور اللي بدنا تلاقي لنا لها حل او جواب مناسب، يعني انا ديك المره بالسوق كنت عم بتمشى فلقيت امه معها بنوتين ووقفوا على واجهه، فالبنات حبوا هيك فستان وكذا، فسالت الام عن سعره قال لها السعر طبعا ارقامنا الجميله اللي عم نسمعها، يعني ايه حملت حالها قالت لها لا يلا ماما خلص بنروح هلا بنرجع كمان شوي، لا ماما بدي، لا ماما بنرجع بعد شوي، والبنات قعدوا يبكوا هيك. ف الاهل خاصه لما يكون عندهم اكثر من ولد صار مو موضوع سهل انك انت تنزل والله تحط المبلغ المشؤوم فستان للبنوته وبعرف شو لبنتي الثانيه وهيك، شو نرد على الولد؟ شو نقول له لما انا يشوف لعبه ثياب مالي قدران اني انا اشتري له اياهم؟ شو مثل ما ذكرت لك مسبقا انه ارضاء الطفل هو يعني هو امر سهل انك ترسمي السعاده على وشه، فنحن دائما بنحاول انه نعوض شيء عن شيء، يعني انا بعرف انه ميزانيتي موجوده يعني بهذا المكان، ما مثل ممكن انه روح انا والطفل على مكان ممكن انه احقق له شيء بهي الميزانيه اللي هو بيحبه، لكن انا بالنسبه لي بشوف انه لازم بكل عيد، احنا صرنا نشوف مؤخرا انه الاهل عم يبدوا الاولاد عن شغلات ثانيه، لانه الطفل بالعيد بيشعر بسعاده وقت يعني يتملك شيء، يلبس ثياب جديده، يطلع على مكان جديد، فلا يعني صرنا نشوف مؤخرا انه الاهل عم يبدوا حالهم، عم يبدوا اشياء ثانيه على الاطفال، فطبعا يعني هو يعني بالنسبه لانه طبعا هو امر ماله بالسهل بفعل التضخم اللي احنا عايشين فيه والغلاء، انك ترضي كل الاطفال وخصوصا عندهم عائله كبيره، يعني مشان ما اجرح مشاعر بنتي او طبعًا. ابني شو رد شو قل له يعني لما انا اكون شيء ما يعني هو الصراحه هو امر ماله بالسهل طبعا انك انت يعني تسايري بطريقه ما او ترضيه بجهه ثانيه او انك تشتري له شغله من ضمن الميزانيه تقنعيه فيها باسلوبك انه هي احلى، هي بتلبق لك اكثر، هي هلا وبعدين ممكن نشتري شغله ثانيه، ممكن بعد العيد ناخذ شغله احلى من هي، طبعا بده يكون في عند الاهل اكثر من اسلوب لحتى اكيد يرضوا الطفل. طبعا بس الفكره انه الولد ما له دخل بظروفنا الاقتصاديه، طبعا اكيد ما له دخل يعني صح اكيد تلاقي الاهل عم يفكروا احنا ما معنا ظروف، الظروف هي اقوى منا بالوقت الحالي، الظروف الاقوى منا، والتضخم اللي عم يصير يعني ما حدا عم يقدر يسيطر عليه، يعني من المدارس من مصروف المدارس لمصروف الصيفيه، فكله هذا الامر يعني طبعا الاهل بده يكونوا محضرين تحضيرات مسبقه لهذا الموضوع، وان شاء الله الله يقدر الجميع يعني. امين امين يا رب. طيب رح نحكي عن نقطه كثير مهمه، زراعه الموروث التقليدي عند الطفل، كيف انا لازم ازرعه بطريقه صحيحه وخاصه بظل الظروف يلي نحن عم نعيشها والطفل وعم يشوف اهله عم يبعد جدا عن طقوس الاعياد اللي هي ممكن كنا فيه فورا نروح نعايد اهالينا قرايبينا، هلا لا عم نضل قاعدين بالبيت، عم تقتصر انه انا مثلا ممكن اخذ ابني او بنتي بعد الظهر يلعب شوي ونرجع البيت، لحتى ازرع هاي الموروثات كيف لازم بلش فيها مع طفلي وانا بعيده عنها؟ تماما مثل ما ذكرنا من قبل انه زياره الاهل بالعيد بالنسبه للاولاد بتعزز عندهم صله الرحم وبتخلي الطفل يشعر انه انا حتى وقت اكبر ما راح اترك هي العاده، يعني او حضلني دائما على تواصل، حضلني دائما على تواصل مع اولاد الخال واولاد الخاله واولاد العمه، لانه هن اللي بعدين حيكونوا بالنسبه لي هن يعني محور الحياه، مثل ما قلنا التواصل بالعيد هو اللي بيضيف لنا مع الاصدقاء ومع العائلة، هو اللي بيضيف لنا الاستمتاع بالعيد بيكون مع الأشخاص المحيطين حوالينا، فنحن طبعا بدنا نزرع فيه للطفل من الصغر انه هو يكون شخص اجتماعي، التواصل بيعزز عنده القدرات الاجتماعية وبيزيدها وبيأكدها، فطبعا بدنا نزرع عنده هذا الشيء من خلال الزيارات، يعني نحن شفنا بعد الكورونا
من بعد مرحله الكورونا قلت الزيارات، ما عاد في كثير هالتواصل بين العائلات، يعني صار الامر بيختصر مثل ما حكينا، يعني احنا بزمن الكتابه صار كله بيختصر يعني على الشات وعلى كذا، يعني اللي بيسمع صوتي هو شخص كثير انا عزيز عليه بكون، يعني انا عزيز عليه وقت بيتصل فيني. فلا طبعا بدنا نزرع باولادنا هلا هي الشغله، طبعا الولاد نحن مطالبين بصله الرحم بالاعياد، فانا بدنا نعزز عندهم هي الشغله بكل تاكيد. هو شو نحن بنعمل الاولاد رح تقلد اهلها بشكل او باخر، فانتم كونوا مناح، حكون عندكم تواصل مع الاخرين، تلاقي ابنك عم ياخذ منك هذا الشيء. شكرا كثير لوجودك معنا شيرين، كل عام وانت بألف خير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي.